ينضم إلينا من الموصل مطران وبرشية القوش الكلدانية المطران بولس ثابت حبيب. أرحب بك معنا مطران بولس. بداية نقدم كل التعازي على هذا الحدث الأليم، وكيف تلقيتم حريق الحمدانية؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على التعازي بهذا المصاب الجلل الذي تعرضت له بلدة مهمة من بلدات سهل نينوى اللي هي بغديدة قراقوش. في الحقيقة كانت مفاجأة، لأن أنا تلقيت الخبر وأنا نايم، خبروني الشباب بوجود حريق وموت العشرات من المحتفلين في هذه القاعة. بالحقيقة هاي الأخبار وهاي الأحداث يعني ما تخدمنا اليوم، وخاصة بعد ما تعرضنا إلى نكبات كثيرة خلال هاي السنوات، هاي العشرات السنوات الأخيرة، من حوادث، من تهجير، من عمليات إرهابية ضد المكون المسيحي، وأيضا يعني الأرض اللي كلها أثرت وزعزعت الثبات الموجود عند المسيحيين في ساحل نينوى، وأدت إلى تراجع أعدادهم. بالحقيقة ما كان في وقت هذه النكبة أن تكون، لكن هذه الأخبار صارت والحوادث تصير دائما من دون تحسب، وما عدنا غير أنه نتكل على الله ونشجع شعبنا لتجاوز هذه الأزمة. وكيف ترون مستوى التضامن العراقي مع أهالي الحمدانية في مثل هذه الحادثة؟ في الحقيقة الشعب العراقي شعب نخوة، يعني في هذه الكوارث احنا ما نفكر منو اصابته الكارثه او الحدث. الانسان عراقي تعرض الى حادث مأساوي، الكل يهب من اجل المساعده، وهذا الشيء صار لان شفنا المئات من الشباب في الموصل ومن ضواحي الموصل من كل الاطياف، ولا بالاهل الموصل المسلمين كانوا السباقين في التبرع بالدم للضحايا وللجرحى اللي نقلوا الى مستشفيات الموصل، بالاضافه الى دخول الخط مدينه اربيل عقيم كردستان من خلال دهوك واربيل ايضا، ونقل المصابين الى مستشفيات هذه المدن، وايضا التبرع بالدم والتضامن اللي اولته حكومه الاقليم. كان هناك زيارة لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى الضحايا، ذوي الضحايا طبعا والجرحى. ما هي أبرز المطالبات والمناشدات التي تطلبونها منه؟ بالحقيقة يعني القضية ما هي قضية ذات بعد سياسي أو مشكلة على صعيد الإنساني نتحدث. من البعد الإنساني أكيد راح يكون هذا الشيء الانتباه إلى سلامة الشعب، الانتباه إلى تطبيق القانون بصورة جدية لضمان سلامة المواطن من دون تمييز. هذا الشيء مهم في هذا الحادث، لأن القضية احنا ما نعطيها لا بعد طائفي لا بعد ديني سياسي آخر، حتى تبرز الطلبات الأخرى أو المشاكل العميقة أو المطالب اللي عندنا أصلاً للسودان يريد وصلها ما مناسبتها، لكن المهم هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال تطبيق القانون اللي يمنع التجاوزات، اللي يمنع العشوائيات في تصميم القاعات والمطاعم، وحتى تنظيم حتى بيوت العبادة تحتاج إلى ضوابط حتى تضمن سلامة المجتمعين. بالعموم البنى التحتية للحمدانية كيف تقيمها مطران بولس؟ وألا تطالبون أيضا بتعويضات لذوي الضحايا؟ بالحقيقة يعني احنا كمركز القضاء كان اكو تقدم جيد، يعني شهدناه خلال السنوات الأخيرة من تبليط شوارع، تصليح شبكات الماء. أكيد في أمور تحتاج يعني خاصة نقولها دوائر الدولة ومؤسساتها الخدمية تحتاج إلى دعم أكثر، خاصة مثل ما قد كنت تسألين سيد نائب المحافظ على الدفاع المدني. بالحقيقة الدفاع المدني يعني عندنا خبرة وياه دائما
في تأخير بسبب السيارات الإطفاء القديمة أو اللي دائما تحتاج إلى حاجة معينة أو عدم التجهز أو بيروقراطية في الإجراءات، كل هذه الأمور مرات تتأخر وصول هذه القوى إلى مكانها وإلى موقع الحادث. ذلك ما يطلب اليوم هو تحسين أداء هذه الخدمات في كل المناطق، أكيد راح يكون أحسن.